صباح الخير. الآن بدي أتكلم عن مستحضر اسمه فايتكس أكنس كاستس، حب الفقد. هذه العشبة موجودة عندنا على نهر الليطاني. الفايتكس أكنس كاستس هو مهم جدا ل يعني بيعدل الهرمونات عند الستات، يعني البروجستيرون، مستوى البروجستيرون ومستوى الاستروجين. إذا كان مثلا وبيزبط الدورة الشهرية، لنفترض كانت أطول ما لازم تكون، بيرجعها للشكل المناسب. وكذلك الأمر إذا كانت أقصر، كذلك الأمر بيزبطها، يعني بيرجع بيزبط المستوى الهرمونات. بعض الأحيان إذا كان العقم ناتج عن خلل بالهرمونات، الفايتكس أكنس كاستس كذلك الأمر بيقضي على هذه المشكلة. الستات اللي هن يعني رح يقربوا من سن اليأس، عفوا يعني هالكلمة، الفايتكس أكنس كاستس أول شيء هو بيخفف من الهبات، بيخفف من التورم، بيخفف من دقات القلب السريعة، بيخفف من الاكتئاب. وكذلك الأمر يعني أي ست بتقدر تستعمله وما في له أي مساوئ جانبية أبدا أبدا أبدا، وعم يعطي نتائج كتير إيجابية. وهو بيشتغل يعني أفضل من الهرمون ريبليسمنت ثيرابي، يعني هو بيشتغل مثله ولكن بدون المساوئ الجانبية للهرمون ريبليسمنت ثيرابي. والستات فين ياخذوا حبة 3 مرات باليوم. بعض الأحيان يعني عند الصبايا اللي عندهم مشاكل بالدورة الشهرية بس ياخذوا الفايتكس أكنس كاستس بنظم الدورة الشهرية. كذلك الأمر أفضل من الأدوية الصيدلانية اللي بنستعملها نحن كهرمونات لتنظيم الدورة الشهرية. ومثل ما قلت أي شخص وأي ست بتقدر تستعمله. وبعض الأحيان الستات اللي بيعانوا من تكيسات على المبيض أو حتى من تليف ببيت الرحم فين يستعملوا مع الفايتكس أكنس كاستس التريبلس تيرستريس، كذلك الأمر حبي 3 مرات باليوم.